السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم. نبدأها من صحيفة النهار حيث كتب راجح خوري مقالا تحت عنوان: ثمن الأسد روسيا وإيرانيا قال فيه: كل ما تمكن الأخطر الإبراهيمي من تحقيقه حتى الآن هو إقناع الوفدين السوريين بعدم رفع الأعلام. لا علم النظام ولا علم المعارضة. يبدو الأمر شكلياً، إلا أن له مدلولاً وبعداً سيكولوجياً على الأقل، لأن هذا يوحي بأن النظام يقبل ضمناً بفقدان حصرية الكلمة ووحدانية التمثيل. لم يكن أحد في حاجة إلى الجربة ليبلغه بأن بشار الأسد بات صورة من الماضي. فالحسابات السياسية البسيطة عند الذين دعموا الأسد وتمسكوا به حتى الآن تقول: أنه لا يمكن الحفاظ على المصالح والاحتفاظ بكعكة النفوذ في سوريا مع رئيس أثبت مؤتمر جنيف كم هو وحيد ومعزول وكم هو مطالب بالرحيل عندما يطالب الإبراهيمي الطرفين بتقديم ورقة عمل سيقدم الجربة ورقة جنيف واحد التي أقرها العالم اما المعلم فسيقدم نسخه مكرره من الخديعه التي قدمها في خطبته الطويله في الجلسه الافتتاحيه بعدما اشتبك مع بانكيمون داعيا المؤتمر الى شن حرب على الارهابيين والتكفيريين المفاجئ ان جون كيري بات يحرص يوميا الان على تكرار القول ان الاسد هو الذي صنع وحش الارهاب ويحاول أن يخدع العالم بالدعوة إلى دعمه مع حلفائه الإيرانيين لمواجهته. سيحاول وفد النظام إغراق المؤتمر بالتفاصيل الجانبية للتنصل من جنيف واحد وإلزاماته فيما يتصل بالانتقال السياسي كالحديث عن فتح طرق وإطلاق أسرى، لكنه لن يتمكن من أن يسقط إجماع العالم بما فيه الروس وحتى الإيرانيون على أن صفحة النظام قد طويت. لهذا فإن حديث الإبراهيمي عن بناء الثقة بين الطرفين وهم لم يكن ما لم يكن جنيف واحد أساسا والمعلم قد يؤمر بالانسحاب لتستمر المذبحة. وبالانتقال إلى جريدة الحياة حيث كتبت بيسان الشيخ مقالا تحت عنوان فيسك مدافعا عن النازية البعثية قالت فيه يبدو أن ثمة من استجاب أخيرا لدعوة بثينة شعبان المجتمع الدولي بإجراء تحقيق جدي يعتمد البحث العلمي، فيما اعتبرته ادعاءات مفبركة غداة مجزرة الكيماوي في الغوطة، لكن مرة أخرى تفقد شعبان صوابها وتصرخ واصفة الأدلة بالمفبركة فيما سبقها إلى تبرير المجزرة بهدوء وحنكة، الكاتب الصحفي روبرت فيسك لما لم نطالب بفتح تحقيق دولي في مجزرة حماة واتهام مرتكبها بجريمة حرب سأل فسك قراء قراءه بعدما رفع عنه اللوم أو هكذا اعتقد بأن أقر بفداحة الصور وفظاعتها وهي التي تكشف أساليب التجويع والتعذيب الممنهج والتصفية الصناعية مما يعيد إلى الأذهان معسكرات الإبادة النازية وأرفقت الصور بتقرير لثلاثة من كبار المدعين العامين يشهد لهم فسك نفسه مشكورا بالنزاهة والأمانة المهنية لكن الرجل الذي شحذ قلمه منذ اليوم الأول للثورة ليدافع عن الأسد ولم يوفر جهدا في تبرير مجازره وتغطيتها بذرائع من قواميس الممانعة والتخوين الأخطر في هذا المنطق المقارنة بمجزرة حماة التي فاق ضحاياها الأحد عشر ألفا ومرت بلا محاسبة وعقاب هكذا يدعو نافسك إلى تجرع الكارثة بالتقليل من شأنها كون أعدادها لا ترقى إلى تلك وكونها استراتيجية طبقت في الثمانينات وتطبق اليوم ويجب التصرف حيالها كمسألة إجرائية وهو بذلك يمنح الأسد هامش قتل أوسع ويقول للسوريين هذا ليس أسوأ ما حدث لكم فلم كل هذه الجلبة الآن؟ أما التفكير الحقيقي والمقلق فيتجاوز الضحايا أنفسهم إلى جيش الجلادين ممن لا نعرف لهم وجهاً أو عدداً. هؤلاء الذين خلفهم نظام الأسد ويشكلون سلسلة القيادة المتكاملة، المتشبعون بأمراض النظام وإجرامه، والقائمون بأعماله الوسخة بأيديهم. يعود مساء إلى منازلهم فيغسلوها وقد أتموا دوام عمل عادي هؤلاء هم الذين أطاعوا الأوامر وتفننوا في تنفيذها وجهدوا لتوثيقها تأكيدا منهم على إنجاز المهمة فهل نسينا أن الصور والبيانات وشهادات الوفاة أعدت لأرشيف النظام وليس لمحكمة لاهاي؟ مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى صحيفة زمان الوصل حيث كتب عدنان عبد الرزاق مقالا بعنوان: أجل بقاء الأسد رئيسا هو الضامن الوحيد، قال فيه: ستعل معارضة قبيل الاستحقاق الرئاسي في سوريا ولو بأيام كما حزمت أمرها لجنيف قبل أيام، ماذا يعني العزف على الشيء الوحيد المشترك في اجتماع جنيف؟ القرار للشعب السوري ماذا يعني العزفُ على الشعب؟ وكأن للمواطن السوري باعًا في الديمقراطية، وحق انتخاب الرئيس، وتقرير المصير، وكأن صوتًا واحدًا من أصوات السوريين كان يقلب ميازين الصناديق، ولكم هددت تلك الأصوات الأسد الأب قبل الأسد الابن، وتركت البيعة والتجديد والاستفتاء على شفا بضع أصوات مع الشخص المنافس للرئاسة في سوريا وفي حال عدم قبول ترشيح بشار الأسد، فثمة صفقة يجب أن تكون كبيرة بحجم عفته وغيريته وتركه المنصب كرمى للوطن والشعب، أقلها الصفقة إبعاده وأسرته وعصابته عن أي محاسبة مستقبلية تتعلق بجرائم القتل والإبادة. قصار القول: يحتجز النظام السوري في المدن الساحلية أكثر من ثلاثة ملايين مهجر من المدن الداخلية وحافظ النظام على مغيبيه عبر الرشا والشعارات والطائفية في المقابل شيطن الثورة عبر داعش وأخواتها وهجر بلا عودة مئات الألوف وبعودة مشكوك بها الملايين لذا أعتقد من الخطأ السير وفق ما يقترح الآخر بل الحل في هكذا حالات يأتي عبر نسف الاقتراح من جذوره فبشار الأسد لم يصل للسلطة عبر صندوق وديمقراطية بل وصل بعد توافق الكبار والإعاز إلى الصغار ليفصل له دستورا على حسب عمره الرد على ما يقال الآن أن الأسد لن يتخلى عن السلطة يتأتى وببساطة عبر أي سوري هل قدر السوري هل قدر السوريين لطالما لم تحولوا سوريا لمملكة بعد هل قدرهم أن يبقى الأسد لأكثر من أربعة سنة في الحكم؟ ألم يرث الابن سوريا عن أبيه لأربعة عشر سنة؟ أي قانون وأي دولة حكمها جمهوري برلماني في العالم تجيز لرئيس أن يبقى رئيسا حتى وإن عدل الدستور واشترى بالمال أو بفوهات البنادق أصوات ناخبيه طبعاً عدا قانون القوة الذي تكرسه طهران وموسكو والدول الممانعة ككوريا الشمالية وكوبا. وبالانتقال إلى صحيفة هآرتس الإسرائيلية التي نشرت مقالاً تحت عنوان "طمط إسرائيلي غير عادي إذا المسألة السورية" قالت فيه: مؤتمر جنيف الثاني الذي جاء للمساعدة في إيجاد حل للأزمة في سوريا نعقد بدايةً في بلدة مونترو السويسرية. مؤتمر مهني تقرر مسبقا منذ زمن بعيد ترك الفنادق في جنيف في إشغال كامل واليوم فقط سينتقل مندوب أكثر من ثلاثين دولة مشاركة في المؤتمر إلى المدينة التي تحققت فيها في تشرين الثاني تسوية مؤقتة لمشكلة مدنية مشتعلة أخرى المشروع النووي الإيراني إيران نفسها اضطرت للتنازل عن مشاركتها بعد أن تراجع الأمين العام كيمون بضغط أمريكي عن الدعوة الرسمية لطهران ومع ذلك واضح أنه في نظر الغرب في سوريا مثلما في مسألة نووي تحولت إيران من قلب المشكلة إلى جزء من الحل في الجلبة التي تدور على الحدود الشمالية تحافظ إسرائيل على هدوء غير عادي ففي الخطاب بمناسبة اليوبي لكلية الأمن القومي في بداية كانون الثاني ألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالهجمات الجوية المنسوبة لإسرائيل ضد القوافل التي تحاول نقل السلاح النوعي من سوريا إلى حزب الله. وباستثناء ذلك يركز نتنياهو على الثناء الذاتي في عجائب الديمقراطية الإسرائيلية في ظل المقارنة بما يجري في دمشق، بينما النواب العرب يشتكون من الإسكات والظلم. ولكن أي بشرى تتوقعها إسرائيل من سويسرا؟ وماذا تريد أن يحصل في سوريا؟ في الخيار بين الأسد والقاعدة تفضل إسرائيل استمرار القتال بينما تغدق من بعيد مظاهر العطف الفارغة من المضمون على الضحايا وحتى لو كانت الأمور لا تقال صراحة يخيل أنه إذا ما احتدمت المعضلة فستفضل إسرائيل على الإطلاق الأسد فتجمع عشرات آلاف مقاتل الجهاد العالمي في الجانب السوري من الحدود في هضبة الجولان، ساهم في التغيير التدريجي في موقف إسرائيل. وبالانتقال إلى صحيفة العرب اللندنية، حيث كتب خير الله خير الله مقالا تحت عنوان: جنيف اثنين وسوريا التي عرفناها، قال فيه: كان تطرق السيد وليد المعلم الذي ألقى كلمة النظام السوري في مؤتمر جنيف اثنين المنعقد في مونترو إلى الشرعية من أطرف ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. ليس معروفًا بعد عن أي شرعية يتحدث وزير الخارجية في نظام لم يمتلك في يوم من الأيام شرعية ما، باستثناء سياسة الابتزاز والقتل. اللهم إذا استثنينا شرعية الانقلاب العسكري الذي أتى إلى السلطة بطائفة من الأقليات، ثم بعائلة من العائلات التي تحكم البلد مع توابعها عن طريق الأجهزة الأمنية. هذه الأجهزة التي لا تعترف سوى بشرعية واحدة تقوم على إلغاء الآخر، هل يمكن للقتل أن يوصل نظامًا ما للحصول على شرعية؟ الأكيد أن الدمشقي السني الذي اسمه وليد المعلم يعرف ذلك، ولكن ليس أمامه من خيار آخر غير تلاوة الخطاب الذي أُعد له والذي يشير إلى أن النظام يرفض أخذ العلم لما يدور على الأرض السورية. في مونترو لم يكن لدى النظام السوري سوى خطاب واحد، كل كلمة في هذا الخطاب كانت كاذبة، لم تكن هناك كلمة واحدة على علاقة من قريب أو بعيد بالحقيقة، الحقيقة تقول شيئًا آخر، أول ما تقوله هذه الحقيقة إن هناك نظامًا انتهى، هذا النظام يريد أن تنتهي سوريا معه هناك رغبة إيرانية في الاحتفاظ بسوريا إلى ما لا نهاية، وهناك رغبة لدى النظام السوري في استغلال هذه الرغبة إلى أبعد حدود. نسي رئيس النظام السوري أمرًا واحدًا يتمثل ما نساه في أن الشرعية الوحيدة التي يمتلكها والتي جعلت الحرب السورية تطول وتطول مرتبطة عمليًا في رغبة الأمريكيين والإسرائيليين في الانتهاء من الكيان السوري. هذا كل ما في الأمر، من يحتاج إلى دليل على ذلك يستطيع العودة قليلاً إلى الخلف، كان مجرد التهديد بضربة أمريكية كافياً كي يتخلى النظام عن كل السلاح الكيميائي الذي في حوزته، هذا نظام يدعي الشرعية، لكنه لا يفهم إلا لغة القوة، متى تحضر هذه اللغة؟ يبطل كل كلام عن شرعية لم يعد السؤال مع انعقاد جنيف الثاني هل سقط النظام السوري أم لا سقط النظام وشبع سقوطاً السؤال هل تبقى سوريا التي عرفناها أي هل يبقى الكيان السوري ولد سايكس بيكو وصنيعته مشاهدينا الكرام ننتقل الآن إلى صحيفة ستار التركية. التي نشرت مقالاً للكاتب التركي منصور أقون بعنوان: هل سيسفر مؤتمر جنيف عن نتائج؟ جاء يسود في تركيا كما في جميع العالم جو من التشاؤم بخصوص نتائج مؤتمر جنيف اثنين، فهناك مخاوف من أن لا يسفر المؤتمر عن نتائج، مما ينجم عنه استمرار المأساة الإنسانية في سوريا، ومن الصعب اعتبار تلك المخاوف غير محقة. فالعالم بأكمله تقريبا يكتفي بمشاهدة ما يحدث في سوريا شعر حلفاؤنا بالخوف من أن يتولى متدين السلطة في سوريا كما حدث في مصر واختبأوا خلف مسألة السلاح الكيميائي لكي لا يدعموا بجدية تغيير النظام في سوريا إلا أن المعالم الأساسية المحددة للسياسة في المنطقة تغيرت فخوف الولايات المتحدة الأمريكية من وصول نظام شبيه بالاخوان المسلمين الى السلطة في سوريا لم يعد ذا معنى مقابل التهديد الذي تمثله القاعدة، ولم يعد السلاح الكيميائي يشكل عنصرا هاما في الازمة السورية بعد الاتفاق بشأنه. قال معارضون سوريون لصحيفة الجارديان البريطانية ان الروس اخبروهم انهم لم يعودوا راغبين في دعم الاسد وفي كل الأحوال، فإن انعقاد جنيف إثنين على أساس بيان جنيف واحد الذي ينص على إقامة حكومة انتقالية في سوريا، يظهر أن روسيا أعطت الضوء الأخضر لذهاب الأسد. وهكذا، فإن جميع الدول المشاركة في جنيف تلتقي على هدف واحد هو استقرار سوريا، حتى لو كانت تلك القوى راضية باستقرار يحققه الأسد فإن صور التعذيب المروع للسجناء في سوريا التي تم نشرها مؤخرا تحثهم على إعادة التفكير ولكن يبقى أنه لا يوجد ما يضمن نجاح مؤتمر جنيف إذ يمكن في أي لحظة أن تنسحب منه المعارضة السورية أو النظام والجانب الأكثر إشكالية في مؤتمر جنيف هو كونه غير مدعوم بإجراءات رادعة وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشكل صارم في افتتاح المؤتمر، إلا أنه لم يتحدث عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال لم يذهب الأسد. كما أنه ليس واقعياً انتظار خضوع الأسد لمعارضة غير مدعومة بشكل كامل، ولا تفتأ تخسر مقابل المجموعات ذات العلاقة بالقاعدة. كما أنه من المستحيل أن ترضى المعارضة بمرحلة انتقالية مع الأسد بعد صور التعذيب التي تم نشرها. الحل الوحيد هو صدور قرار مشترك من مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة السورية مدعوما بعقوبات، ونأمل أن يتمخض مؤتمر جنيف على الأقل عن توافق بهذا الخصوص، ويصبح سببا في التقارب الروسي الأمريكي. ننتقل الآن إلى صحيفة ياني شفق التي نشرت مقالا للكاتب علي نور كتلو بعنوان حيوانة الإنسان قال فيه حيوانة الإنسان تراءت أمام أعيننا في تلك الصور التي نشرتها وكالة الأناضول عن صنوف التعذيب في السجون السورية لا أدري هل هم بشر مثلنا أولئك الذين أنزلوا بالمعتقلين صنوف العذاب أم انسلخوا عن آدميتهم لا أريد شرح ما فيها فالصور بالآلاف وكل واحدة منها تحكي قصة عن حيوانة الإنسان فالقتل هناك في سجون ومعتقلات النظام السوري لا يشابه القتل الذي نعرفه تحت أي نوع من أنواع القتل نستطيع أن نصنف تلك التي تحكيها الصور المسربة من المعتقلات والمستشفيات العسكرية للنظام السوري سجل مكبل اليدين والرجلين تحيط به ثلاثية للموت تفتك به من كل جانب الجوع والتعذيب والخنق تلك هي حكاية المعتقلين في سجون النظام السوري يتركه يتضور يتطو... جوعا حتى إذا ما شرف على الموت كان سجانه قد أعد عدته ليفرغ ما خبأه من سادية دفينة على جسد المعتقل ليأتي بعدها دور خنق المعتقل بالحزام المسنن وتلك قصة أخرى ترويها الصور فلا أدري أين وجد ذلك السجان ذلك الحزام؟ هل هي معتمدة في مناهج التعذيب بالسجون السورية؟ أم انتشلها من إحدى سيارات الخردة عن طريق الصدفة؟ وبعد أن يفارق المعتقل الحياة، لا يتنازل السجان حتى لانتشار الحزام المسنن من رقبة الجثة قبل تصويرها. ألهذه الدرجة وصل الانحطاط الأخلاقي بالجيش والمخابرات السورية؟ فحتى القتل والاعدام في العالم له اخلاقيات يستند اليها ومن ذلك السجان الذي قام بهذا العمل اهو بشر مثلنا ياكل ويشرب هل له زوجه واولاد يبيت عندهم نهايه اليوم ترك الانسان لاخيه الانسان يموت جوعا كفيله بان يخرج الاول من صنف البشر ورأى وارى انها تدعو العالم الذي شاهد تلك الصور ولم يحرك ساكنا تجاهها أن يخجل من إنسانيته. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث كتب طارق حميد مقالا تحت عنوان: كيف ارتبكت الفرقة الإيرانية؟ قال فيه: ليس من باب المصادفة أبدا أن يهاجم بعض المسؤولين الإيرانيين السعودية ومثله بعض القيادات العراقية ورموز النظام الأسدي وليد المعلم وبثينا شعبان وبشار الجعفري وآخرون وقبلهم جميعا حسن نصر الله ليس من باب المصادفة أن يتحدث كل هؤلاء بنفس اللغة وفي نفس التوقيت الواضح أن الخطط الإيرانية لمواجهة جنيف اثنين ورفع الحرج الذي واجهته طهران بسحب الدعوة الموجهة إليها لحضور مؤتمر جنيف وكذلك الدفاع عن الأسد مفادها أي الخطة؟ أن ما يحدث بسوريا إرهاب، وأن الأسد هو من يواجهه مع محاولة إيرانية أسدية لربط هذا الإرهاب بالسعودية. هكذا كانت الخطة التي حاولت الفرقة الإيرانية ترويجها منذ انطلاق جنيف إثنين، إلا أن السحر انقلب على الساحر. كل ذلك اربك الفرقه الايرانيه وجعلها تتحول الى خطاب دفاعي بدلا من الخطه الهجوميه مما اوقع الفرقه الايرانيه في اخطاء عديده تدين ايران والاسد اكثر مما تبرر لهما حيث قال الرئيس الايراني في دافوس مثلا ان افضل حل للازمه السوريه هو انتخابات حره نزيهه لكنه لم يقل دون ان يترشح الاسد والامر لا يقف عند هذا الحد بل إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وبعد كل الحديث عن الإرهاب في سوريا واتهام دول الجوار، دفعه فشل الفرقة الإيرانية للقول في دافوس إن بلاده تدعو لإخراج المخاطرين الأجانب من سوريا، مع اعترافه بأن هناك بعضا من المتطرفين الذين تسللوا إلى سوريا من إيران والعراق، مع إصراره على أن مشاركة حزب الله في القتال هي قرار خاص بالحزب لا إيران وهذه ورطةٌ أخرى، حيث يعترف ظريف لأول مرة بوجود متطرفين إيرانيين بسوريا وكذلك عراقيين، وهو ما تحاول بغداد نفيه. كما أن الورطة الأكبر للوزير الإيراني الآن أنه بات يدعو إلى نفس ما طالب به كل من الأمير سعود الفيصل وأحمد الجربة، مما يعني أن دعوات السعودية والائتلاف السوري المعارض صحيحة. وهو ما حاولت الفرقة الإيرانية نفيه وتشويهه. أما بالنسبة لقول ظريف بأن حزب الله هو من يملك قراره، فهذا يناقض تماما تصريح لا الأخير بأن إيران ستضحي بالغالي والنفيس لأجل حزب الله. فهل هناك ورطة وارتباك أكثر من ذلك للفرقة الإيرانية؟ ننتقل الآن إلى صحيفة إيلاف التي نشرت مقالا لأحمد أبو مطر بعنوان: جنيف اثنين ولاية دكتاتورية ثالثة ورابعة لوحش سوريا قال فيه انطلق يوم الثلاثاء الملتقى الخاص بالحرب الوحشية في سوريا واتخذ اسم جنيف اثنين على اعتبار أنه تواصل للقاء جنيف الأول وانتهى إلى نتيجة مضمونها تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكافة السلطات التنفيذية عبر توافق مشترك مما يعني ضمنًا تقليص صلاحيات الوحش كمقدمة لخروجه من العملية السياسية السورية بعد ثلاثةٍ عامًا هو ووالده. لذلك بناءً على هذا السياق للقاء جنيف اثنين وما صاحبه من مهاترات وشتائم واتهامات من معلم الأسد، لا يمكن القفز عن عدة ملاحظات رغم الفشل المؤكد لهذا الجنيف، ولن ينتج عنه إلا بقاء الأسد وديمومته. هذه الملاحظات هي أولا الطريقة التي تم فيها تشكيل وفد الأسد حيث حاول أن يوحي بأن الوفد يمثل كافة أطياف الشعب السوري وكأن كل الحضور جاءوا بمحض اختيارهم أو أنه يستطيع واحد منهم أن يقول لا لن أذهب ثانيا كانت إساءة متعمدة أن يتمزج برجل دين مسيحي مشهور بنضاله ووطنيته وصموده المذهل ليكون ضمن هذا الوجود الديكوري ثالثاً كان أذكى الحضور خاصة أثناء إلقاء معلم الأسد خطابه الممل بأكاذبه وتلفيقاته هي المذيعة لون الشبل بتوزيعها ابتساماتها المثيرة المغرية بدون توقف وكأنها تعمدت أن تخفف هذه الابتسامات من حنق الحضور وغضبهم من نوعية الخطاب التلفيقي الذي هدفه فقط الدفاع عن النظام وتبرير جرائمه واسنادها لارهابيين وهميين لذلك لا امل في الخلاص من وحش سوريا وعصابته من خلال جنيف اثنين او حتى وصولا لجنيف عشرة. وكان واضحا وزير الخارجيه الالماني فرانكشتاين ماير عندما صرح وهو يشارك في اللقاء قائلا لا يتوجب توقع حدوث معجزه في المؤتمر والمعجزة التي يريدها الشعب السوري وقواه الوطنية هي رحيل الاسد وعائلته من حكم سوريا. الى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم. نلتقي غدا ان شاء الله. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.